هيلابن إنا سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ذا حريرنا كوحدة شادين الحبرة يوراني ولا قبل ذي هل قول أو دليع يارتوغا باولو ديبالا أيا اللوغا أتكاذي مركا عاوة رونالدو صلى بشدي سول ترافوت هابين قول بيو هيد كوحدي سا يوفنتوس إن كستو عنو بيستقود دالين إلا سقوا دي بيساينون بقول كا غاريني لكن قول بوغاتي إن كستو رونالدو واحد مركا عيارتو دماتي واكاي أدو قد بالدقي قوش عاوة يفاي هلكا كو غادتي إن كستو إساقو اللوغي هاي هدانو قول دالين أنو ونانج علي سنين هادا سا عاوة مانشستر سول ترافوت بالاقو قراعي شاقة مرة بان عيدة تروى لغاية بيها يونايتد شاقة مرة بان أيان تتنو مركا عاوة شاميو ليقو عياري لعياري كلو كيو قوينا وحا قول كواد كاتي يوبة يوناري قولو كيد بالاقو قراعي هبين كيو وينا اي دقا وينوهو سيدا بين عياري دقو دحان كسو قبا قوينا عاوة شاميو ليقو من مانشستر إلا سيتي إلا ريال أول لقو داري خوم عياري عاوة دقا وينا لعياري وكايس دكو دمادين هبين دبا نركي دونا هدي برشلون يا انتر ميلان مركي عياريان برشاو ميسيلا هدي عيار تاكوات كان دونتو اي هدي كلاباوان اركي انايو ولي با عيارة كلابا همين دمبي جري دونا حسابا ولكن عياري عاوة دعاي نقو اينو ريال مدريد واحي كون دماتي عاوة لبا قول ايا قول او اي داليين عيار توغا كارين بينسيما ايو عيار توغا مارسيلو لبا دا قول بيكو بديين ريال مدريدو هالكا هالقول لغا داليو فيكتور بليسن عاو عيارهو شاميليوكو بليسن اي مركا ناليسيو مركا بليسن هل قول باي داليسي بليسن هل قول باي داليسي مركا ريال مركا لابا قولي قول باي كوات كاتي قول كاكالي باداي بانسيما ايو مارسيلو سيتي سدح قول باي عاو كو قراعداي شاختر دونسكي قول كاكالي باداي عيارتوغا دابي سيلفا امريك لابورتا ايو برناردو سيلفا سيتي مركا سدح دا قول باكو في اللاذيو شاختر قول كيدي كسو قراعداي ليون سدح قول هونربين سدح قول يانو قروب كسيتي كوشيران كوكا ايو من سدح باي قلن عاو ولي بي عيارة كلا بيوشان وباير ميوشان لبا قول باي عاو قروب سين اتنس وحي يهيد عيار هرو ايا كيس قول يبر بي كاقات كاتي بين فيكا سيدو كلا ويحا اتشري عيارة او دحي سي روم او سدح قول كاقات كاتي سيس كي موسكو اينين شاكو ايا عاو سدح قول لبا كميد داليي هالكا اندر او رير تركيا او اساقونا عاو داليي قول كلا عيارتا مركا عيارتا او ادكايدنا عاو وحيد عيارتا القروب كاچه رايال نو مانشستر يونايتد ايو يوفنتوس باي هيدو يوفنتوس عاو وا اياد كاتي هالقول او او غيبتي هورا بلو قيدي بو داريي عيار توغا باولو ديبالا ايا كوفي لنا دايو مركا مانشستر عاو وا لغو كلاب عيو والترافوت با لغو تكوارن لغو سو قراعي مركا مانشستر يا غاي اش اش ما اها يا غاي مانشستر يونايتد نيهو بريان وعدي هدي كربودو برجاه سيهليان سديك والله قراعي وابا ياب الهي امركي عاو والترافوت لغو يمادي والله قراعي صدق دي جار ودن بيي او يوفا اي مانشستر عياريين مانشستر بعد كانيسي لكن هذا يوفا وحي بلوضي اني مركا لك ادكاتو مانشستر بي بلوضي مركا يوفنتوس بانا ريكور في عن كايس داكو عاي انجريسكو عاوة كورا سقال سقال كي عيار ودن بيي يوفنتوس اي لا عيار تاكو عاي انجريسكا يوفا وحي ادكانيسا هادا سقال كو عيار ودو ان بيتن ولو وحي ادكانيسا شان كاميدا افرنا وحي قلين بريتشو مركا عاوة يوفنتوس way adkaatay goolka ka ee Paulo Dybala u dhaliyay ku adkaatay inkastoo aan adigu gool dhalin way ka jiclaan lahayn taageerayaasha Ronaldo isan way jiclaan lahayn caaw in adigu gool dhaliyo haddii wax ku leeyahay mid qana laakiin adigu gool ma dhalin baa ay ku leeyahay ayaga ya Juventus xanuun kale hada korka ma saarna ama Juventus habadis ama yenum badin ebel Real Madrid ka soo raaceen ebel waxay Madrid ka hadduu asagu dhalin ma naga dhaafay Juventus maan elba koyta leeyo macna kor joog leeyo bicda ayaga ronaldo leeyo macna daru isagu dhalina ma rabaan marka ronaldo waa lagu adkay still inkaar baan haysta cristiano ronaldo inkaar taas oo ah inuu ronaldo iska celin karin kooxaha yaani uu gool ka dhalin karin kooxaha jose mourinho awa kulankii 15aad ee ronaldo koor imaanaya kooxaha jose mourinho waligii 15 kulan koor imaaday hal kulan bis uu gool ka dhaliyay hal gool bis uu ka dhaliyay marka master basle jose mourinho waa basle ma ogtahay basle basle uu baa celin karaa ronaldo مثلاً استقبل رونالدو لما تشوفي كلي واحد جوجين كرا ماستر بسلا جوجي كرا موريو عاوة كل كشان إتمنات إيه رونالدو كوري ما نيو كوها جوس موريو شن إتمن كورن أو كوها موريو رونالدو كوري ما دوليس هل جول بيسو كدلي ما الله إمام مدي كرا رونالدو هل مرجع تاجي رونالدو أنا واحد كلا ذا كتك فردية هذو بسلا أركوا إسكفيريا ما بس كستو كمريا وعلي عاو موريو هدنا وودي دي جول كوهي موريو صمم روح كمدها من إف سي بورتو من محل رياضي كوحضة تشيلسي
إلا عاو يونادر وكغوري ما نيو نيو كان رونالدو كغوري ما نيو مركا رونالدو ريكور حن بو كهيستا أوليتا ماستر مورينيو مركا عاو عياري جبليغو واكاكا سيدا كاباي هايين هاوين دنبرا وحالا فيليا عيارة كالو حيسا بدن دعان سيدا أتليتيكا مدريد يا دورتموند مانوكا يا براقا إنتر يا برشلون توتنهام يا إنوفا نابولي يا بي إس جي ليفربول يا سفيدا هالكا سيدو كراي عيارة يا بورتو يا موسكو غلاسترا يا شالكا عياري عاو دعاية جمليغونا واح بادن ايا لغا برتي دقوينا هكانو وعاكمي دها رونالدو سدح جير او كوري مادي كوحيسي هوري او كوري مادي جمليغو مانشستر يونايتد سدح جير وكغوري مادي كوحدي سيولا مانشستر جمليغو كغوري مادي رونالدو لابا جير قول بو كدالي عاو بيتا هبين كو قول درسنو قول كداليو مينو كريستيان رونالدو عاو حيات مركي سدحات اي جمليغو كغوري مادي مانشستر يونايتد jamilu gahan marka ka hadleyno markii saddexaad bay caawo jamilu kaga hor imaanayo kooxdii sare manchester laba jeer uu hor ugu hor imaaday labada kulan gool uu ka dhaliyay laakiin caawo loo diiday ilaa in mourinho wate bernardo silva isagu wuxuu la siintay xil ciyaareedkan macna caawo city gool u dhaliyay bernardo silva xilligiisa rekordkiisa ugu fiicnaa jamilu uu la siintay bernardo silva yaani laba kutmid xidhi ayuu jamilu goolisa ugu badnaa ka dhaliyay waxayna ahayd laba gool bis laba gool bay ahayd tabii kulan bay ku qaadatay hadda saddex ciyaarood buu ciyaaray jamilu xil ciyaareedkan laba gool buuna siimaraya manfis diba ayaa isagu caawo dhaliyay goolkii ugu horeeyay jamligu ee lyon buu caawo dhaliyay wana goolkii ugu horeeyay jamligu ka dhalayo tan iyo 2015tii markaas oo markii ugu dambeysay gool u dhaliyay ahayd manchester buu u dhaliyay wuxuuna ka dhaliyay psc marka caawo goolkii ugu horeeyay uu diba u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee olympic lyon wana goolkii ugu horeeyay jamligu ka dhaliyay muddo dheer kadib waxyaabaha kale caawo weyn ciyaaraha waxa ka mid ah bale ayaa caawo ciyaaray kulankiisii 200aad ee real madrid jamligu no jamligu ma ahan tartamada oo dhan tartamada dhan Real Madrid wuxuu u ciyaaray bay 200 oo kulan buu u ciyaaray caawo u buuxsantay 200 oo kulan uu ciyaaray Madrid wuxuu Real siiyay 145 gool 92 gool uu dhaliyay ka 3 gool uu caawiyay bay inuu 100 gool Madrid u dhaliyo kali waxa uu haystay 8 gool marka bay waqti fiican ku qaadanaya Edin Dzeko ayaa isna caawo 200 gool uu Roma dhaliyay wixii kaga dhignayd Dzeko wuxuu noqday ciyaartoygii 9aad ee taariikhda 8 gool u dhaliyay Roma tartamada dhan yaani 8 gool uu sii maraya Roma ninkii leeyahay Dzeko mar dhawayd bay inuu markuu tagay jeeka shaqo si diyaar u yahay wallahi waxa qatar badar aliyo weyn weeyaan jeeka marka wuxuu maray 80 gol oo ramu maraya kali 20 gol baa ugu dhiman 100 gol u dhaliyaaba ya waliba caawiyan ayaa ahaa ninka kali ee awray halka fursad ay manchester awrtay qaybta kooda ciyaarta maxay ilaa manchester qaybta kooda dhan waa laga ficnaa juventus baa ka ficneedo haday ahaan lahayd suudadka waa laga ficnaa kubadeysada waa laga ficnaa kubada awritaanka waa laga ficnaa ii xitaa baaska waa laga ficnaa cajuusta way ka roonayd manchester united caawo ay ka roonayd waliba Dzeko shan gool buu hadda sii maraya jamligu goolasha ugu badan buu haystaa waliba karim benzema ayaa caawo noqday ciyaartoyga saddexaad ee taariikhda jamligu 14 sano isku xiga jamligu gool ka dhalinaya kadib messi iyo raul gonzales waliba goolku caawo dhalay benzema wuxuu ka dhigan yahay kii 17aad uu ka dhalinayo jamligu sidaas wuxuu ku noqday caawo ninka afraad ee ugu goolasha badan taariikhda jamligu wuxuuna ka sara maray ruud van nistelrooy oo dhaliyay 16 gool David Silva isna goolku caawo dhaliyay Man City wuxuu ka dhignaa 10 gool ayuu David Silva u dhaliyay Man City ugu dhaliyay ciyaaraha Yurub marka waa kaaye Dybala caawo wuxuu la sintay rekordkiisa ugu fiicnaa Jamliig inuu gool badan ka dhaliyo goolasha ugu badnaa Dybala wuxuu ciyaarad kale Jamliig waxay ahayd 4 gool bay ahayd waxayna ku qaadatay 12 kulan 2016 ayuu Dybala dhaliyay goolasha ugu badnaa Jamliig waxay ahayd 4 gool 12 kulan buu ku qaadatay laakiin xil ciyaareedkan jamligu kari 2 kulan buu ciyaaray 4 gool buuna maraya Dybala wuxuuna caawo qayb ka noqday Paulo Dybala legendidi soo maray kooxda Juventus ee Old Trafford gool ku dhaliyay sida Paul Nedved Antonio Conte sidan iyo waliba Alessandro Del Piero marka waa ka caawo marka caawo wax badan ba jamligu aanu ku aragnayo wax badan ba meesha ka dhacay badan ba ka dhacay marka oo ba aragtay dhirfay ninku marka aragtay iska xanaaqsan Jose Mourinho caawo kooxdiisa waa la garaacay Juventus baa ku garaacday garoonkeeda kan yaa aan iraahdo Old Trafford ku garaacday Juventus ayaana Manchester ku garaacday Old Trafford markii ugu horeysay tan iyo 1996 maalinkaas oo Alessandro Del Piero dhaliyay goolkii guusha tan iyo 1996 caawo way tahay caawana nin numberkiisa watay 10aad ayaa gool ku dhaliyay waa Ronaldo Dybala Old Trafford xitaa war Juventus inay ku badiso Old Trafford muddo dheer ugu dambeysay war xitaa inay gool ku dhaliyaan xitaa afar nin baa hadda kor gool ku dhalisay Nedved Conte Zidane iyo Del Piero bay ahaayeen ninka shanad caawo waxa noqday Paulo Dybala markii ugu dambeysay marka waxay caawo markii ugu horeysay marka nimanka la yiraahdo Juve ay ku soo badiyaan garoonka Old Trafford 96 iyo Del Piero baana maalinka goolka guusha dhaliyay marka wax walba caawo dhagweynay ka dhacay waa kaayo Man City waxay noqotay kooxdii ugu horeysay Ingiriiska ee Shakhtar Donetsk ugu soo adkaatay garoonkeeda
ay noqotayo ilaa shaqta rakooca ingiriisku iska ma celin karin ayaanta tan ya marka waka caawa dhagaweynahi alaay xal wax walba dhagaweynaha ku saabsan waka ronaldo waa loo diiday united waa la garaacay waa isu soo adkay cidaysan macquul ma aha manchester waa la tumay ma la maqlay ama waa baraje galan ya shaqo maratiine waka oo kolay habeen dambe habeen ku xigaana waxay noqon doonta jabliigu habeen dambe la ciyaaro in ku xigana yub league leeyahay la ciyaari doona reer arsenal ciimada way ku tuuray xalay mar aan ku tuuray ciimadiina ma haysto markaad adkaateen ciyaartina premier league bariyan waad kacsatiin guri baydin haya arsenal waa xalay waa wax ka hisayo saddex gool bay leicester ku dhuftay inta leicester gool la hormartay ba laga dabay maadayo abamyo laba gool oo badal ku soo galay dhaliyay iyo gool osil uu dhaliyo markaa arsenal sanadkan muraad ay leedahay meel ay u socotaayo marka waa ka yaro Europe League leeyahay sanadkan waxay rabaan Europe League dhan inay iska ka soo baxaan oo Champions League ay yimaadaan khamiis oo ku dhibtoodeen hadda waxay rabaan 4-3 inay yimaadaan waa weynkii isku soo daraan maxay yelay sanadkan shari leeyahay hadda Arsenal tii jirta mataxan adiga ku hoganka haya ee Liverpool iyo City laba dhibcood bisi ka sareeyaan nimanka la yiraado ee Arsenal marka Arsenal uu guriya hay horyaalay rata sanadkan heesa Champions League waa loo yaaba wal wax walba caawa Champions League ka dhacay waa ka inta ku dhaafno